العقيد أبو فهري الذي لم يحترم المتسابق ولم يحترم مقدم الفقرة، فلقد كنت في المطبخ مع المقدم خالد بن حامد وفزنا بالطبخة يا سعادة المخدة. الله الله، ودون أي وجه حق تلنا تل العقيد أبو فهري. العقيد أبو كبسة اختار كبسة على اللي دام جايبين أبو فهري، أكيد أنه اختار كبسة. على كل حال، ما طال سمج جينا هنا وقال ما نصه. تحب الهدرة الواجد يا أبو فمين؟ خلك تسولف مع المخدة. وقام بإخراج المدعو. لو سمحت أنا عندي بس، أيوه أعطني، أعطني موية، أعطني موية. وش السجان كنت؟ خلاص، قضية طويلة عريضة، أسأل الله أن ينصرنا. بسم الله. وقال ما نصه. تحب الهدرة الواجد يا أبو فمين؟ دق سواليف مع المخدة. وقام بإخراج بندر المطيري وتركي في هذا السجن دون أي وجه حق، تشكيك في نزاهة مقدم الفقرة، عدم احترام المتسابق، وإسفاف في عقل المتسابق بالتحدث إلى المخدة. على كل حال، نقدم لك الاعتذار يا سعادة المخدة، وعندنا هذه الأبيات في سعادتكم، وننخى فيها الإدارة بإنصافي من هذا الرجل اللي ما هم شخصنها إلا مستقعد بالحرف الواحد، مستقعد. كل ما زان جوه، كل ما زان جوه دق سلف عند ابن خيمان، ضرب له مرتفع الضلوع، قال وين أبو فمين؟ حول بعد السجن وخلك. يقول يا سلام الله، سلام الله المخدة، والمخدة غالية والسجن غالي، والعذر المحترم لازم نعده، وأنا بعد الحقيقة في مقالي، أبو فهري لازم أن يقف بحده، يحسب أن عقادته مضرب مثالي، أبو فهري لازم أن يقف بحده، يحسب أن عقادته مضرب مثالي، راحت القرية على هاته ووده، انصفونا يا رجاجيل المعالي، بنتخي في الليل هم هده ورده، وين أبو سلطان زيزوم الرجالي، تركيا الموسى على الأخصام غدة، وبم عيان البطل حام التوالي، بو دخيل الله ما حد يقدر يضده، والدعير مدخرنا عند الثقالي، والإدارة الآن خينا مستعدة دوننا ما تنقصر حالا ومالي. الرجل هذا يعثى ويبثى ويحل ويربط، ولا يا راسي ما فوقك راس، يا راسي ما فوقك راس، إنسان بالمنطق فاز في الفقرة. كيف دخل السجن والحالة واللي معاه في نفس الفقرة هذه اللي كان في نفس فريقه طلعه؟ لا وزيدكم من الشعر بيت. يقول لي سلم على المخدة، ها سلم على المخدة، سولف مع المخدة. يا أخوان، عند الله ثم عندكم، والله أني أقوله أنا صادق، عند الله ثم عندكم، لو قعدت ساعتين هنا يمكن دماغي بيضرب من كثر ما سولف مع المخدة، والله العلي العظيم. يعني مع لحظة الغضب، وأنا يعني أعتذر لسعادتكم، قدر الله وشت المخدة هنا، لا 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 لا، تعال 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 تعال، أعتذر المخدة. قلت يا رجال أنت تقول صادق أعتذر المخدة؟ قال أقول أعتذر المخدة. قلت أبشر. قال لا، أبغى اعتذار رسمي. وطبقها بذاك الاعتذار الرسمي، قال لا ما يكفي، ما يكفي، سولف مع المخدة 24 ساعة. والله ما عاد أدري إيش أقول، لكن أقول لسعادة المخدة، اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن كان بر فيما قال عند إن كان بر فيما قال عندك أو فجرا. فنأمل من الله سبحانه وتعالى ثم ممكن أنك تعذرينا على ما بدر منا. والحقيقة أني طالب الضرر المعنوي، الضرر المعنوي، وطالب بالضرر المعنوي دبل، ما هو مرة واحدة، دبل، زودا على السجن سولف مع المخدة إلين يعني ما عاد أدري أنا في حلم في علم، ما عاد والله إني العلوم بدت يعني بدت تختلف صدق. لكن بإذن الله،
بإذن الله أني أنصف من هذا الرجل. لازم، لأنه إذا ما لقي له رادع أبو فهري، إذا ما لقي له رادع راح يدمر القرية. الله العلي العظيم، يعني المفروض أن السجان يعني يمثل العدل، يمثل الانضباط، يمثل يعني الإدارة خير تمثيل، يضبط الأوضاع في القرية. لا، هذا يخرب وعباس على دباس، وتعالوا يا شباب كلوا على حساب الفلاني، هذا يفوز في الفقرة يدخل السجن، هذا يخسر في الفقرة يطلع برا. ما أدري كيف تفكير الإنسان هذا، ما أدري يعني ما أدري والله كيف تفكير الإنسان هذا، أنا ما نفهم كبسة والله العظيم، استغفر الله وتوب لي، يمكنها ما استوت حتى، ما استوت، ما خلوها في قدر الضغط ربع ساعة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الإدام أربعة من الشباب مختارين اللي الإدام اللي سويناه شرائح صدور الدجاج. جاك هذا شوف الكبسة ما شاء الله تمام، قيم على الكبسة. الله المستعان الله المستعان. لا وعلاوة ولدها والأمر تصويت تويتر أنا ما أقبل. 24 24 كيف يفهم هذا الإنسان؟ أنا ما أدري، بس توقع أنه يفهم بالكبسات. أنا عندي يعني توقع عالي أن الرجل هذا يفهم بالكبسات. بس في كبسة طال عمرك تحط الكبسة، ها أبو فيا أبو كبسة عندنا كذا عندنا ما في مشكلة، غير ذلك مستحيل أنه يفهم. الله المستعان والله العظيم، والله والله إني أبغى التعويض عن الضرر المعنوي دبل، ما هو واحد دبل. يعني في سجن وقاعد يمكن نص ساعة اعتذر المخدة اعتذر المخدة، إلين أنا بديت من جد حتى أعطيت المخدة متكة، ومن اليوم أسولف مع المخدة. يمكن أطلع أنا برا عند أخوان المتسابقين هنا ما عاد أسولف معهم بالمخدة هذه، أسولف معها. شو رأيك في الموضوع؟ بالله تشوفين في وجه حق، والله اني صادق. انسان يفوز في فقره، انسان مقدم الفقره يقول مبروك عموني بالشارع، ابو العقيد ابو فيريس على السجن. شيء ما يرضي بالمنطق يعني بالعقل، كونك مخده انت صح ما يصير كذا. غير الليالي بادئات عود والمال عارية يعار وينفت. الله غلا بنفسي عرفاني بقيمتها، فصمتها عن رخيص القدر مبتذلي، وعادة النصل أن يزهو بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطلي. ما كنت أوثر أن يمتد بي زمني حتى أرى ما نبغى نجيب الشطر هذا. الله المستعان. تقدمتني أناس كان خطوهم وراء خطوي، إذ كنت أمشي على مهلي وإن علاني من دوني، فلا عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي، فاصبر لها غير هياف ولا وجل في حادث الدهر، ما يغني عن الحيل أعدى عدوك، أعدى عدوك أدنى من وثقت به فصاحب الناس، وكن منهم على وجلي. غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل، وشان صدقك عند الناس كذبهم، وهل يطابق معوج بمعتدلي؟ وشان صدقك عند الناس كذبهم، وهل يطابق معوج بمعتدلي؟ حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي، ويغري المرء بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو. أعتزلي أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يا ما شاء الله صوت حمد ابن طوارة سمي حبيبي.